الشباب السلام عليكم، معكم انا مرجعت لكم في فيديو جديد وفلوج جديد. المهم كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين. كيف ما عارفين شي شهر ونص ما نزلنا شي فيديو والسبب راجع توقف ديال الماتشات بسبب كاس افريقيا. المهم بدا الاياب تاع البطوله ديالنا اللي اليوم عندنا ماتش ضد الفتح الرباطي في الرباط ان شاء الله، اللي يكون في ملعب مولاي عبد الله، لاعبين مع الربعه ان شاء الله. دابا كندو معكم تقريبا شي 11:15 ديال الصباح، غنتحرك ان شاء الله عندي التران مع 12. المهم خليكم على الفيديو. الشباب المهم يلا وصلت لكاسا فواياجور، دابا 12 الله وربك ربع ساعة واش حرك ترى ان شاء الله. المهم شو ندخلوا دابا نزربوا عليه. واش الشباب المهم حنا يلا رايحين، باقا تقريبا شي 5 دقائق ونزيد ان شاء الله. المهم خليكم على الاجواء في الطريق. بالمناسبة انت ولا انت اللي كتبغي توصل الدقيقة هادو ما تنسوش لايك وشارك شي تسنى دابا دابا ديروا لايك بس الفيديو ماكسيم دابا لايك ويخليكم على الفيديو. الشباب المهم نخرجوا دابا حيت وصلنا الرباط. المهم واش الشباب السلام عليكم. المهم انا وصلت الرباط، وبالنسبه للتيكي كنت لحت البارح في ستوري انستغرام، اللي ما عنديش في انستغرام ديالي غيلقاه هنا. لحت اليوم على شي واحد ولد الرباط اللي غادي يمشي يقطع التيكي يجيب لي مع واحده بزيد، دار معايا واحد الدري اللي كنوجهوا ليه الشكر في هذا الفيديو، ونتلاقى معاه دابا بين شويه اللي دار معايا الجبال ديال الرباط اكدال، ونتلاقى معاه دابا ان شاء الله ونتحركوا التيران مجموعه. المهم خليكم على الفيديو. واش الشباب المهم حنا وصلنا للتيران هو قدامي دابا. المهم اول صديق اللي جابنا التيكي كنوجهوا ليه الشكر. المهم سولوا شحال كتوقع المباراه ديال اليوم، شحال كتوقع ان شاء الله؟ ان شاء الله اخويا شفنا مباراه مزيانه ويكون ربح الوداد في شي 2-1 ان شاء الله. 2-1 وانت الصديق ديالي شحال كتوقع؟ شي 2-1 للفتح ان شاء الله اخويا. 2-1 للفتح؟ كيفاش 2-1 للفتح؟ لا لا ديما 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 وداد كاين. واش الشباب مهم وصل التيران وكيف باقا تقريبا ساعة ونص بدا الماتش وكيفما الأجواء؟ حكومة بربونا
فيكتوريا فيلا Yeah.